متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع أستاذ عبد اللطيف بن أحود مدير المعهد الموسيقي بمدينة الدار البيضاء. سي عبد اللطيف مرحبا بك. هناك من يقول بأن التعليم الموسيقي على المستوى الوطني هو الطفل اليتيم بالنسبة للمنظومة التعليمية بالمغرب، بحيث أنه ما عندوش واحد الاهتمام كبير مقارنة مع باقي المواد الأخرى، ما هو رأيك؟ استسمح لي أعطيكم أولا واحد الموجز عن تاريخ المعهد، بحيث المعهد الموسيقي ديال مدينة الدار البيضاء تأسس في 1917، اقدم معهد على مستوى شمال افريقيا من بعد المعهد ديال تونس. وهذا المعهد يعني خاض واحد عدة مراحل اللي مر منها، كان معهد موسيقي ثم تسمى معهد بلدي ثم تسمى معهد المجموعة الحضرية، واخيرا دابا المعهد الموسيقي للجماعة الحضرية. وتيضم هذا المعهد 16 مرفق على مستوى المقاطعات الموزعه اللي تتشرف عليها الجماعه الحضريه، اللي عملوا واحد المجهود كبير لخلق هذه المؤسسه. ترجعوا للموضوع ديالنا، النقطه اللي قلتي بان التعليم الموسيقي هو يتيم، هو ماشي يتيم. التعليم الموسيقي خصو التفاته، خصو اهتمام بالتربيه الفنيه، لان التربيه الفنيه رجعت ضروريه بالنسبه لتربيه الطفل، لتربيه الشاب، وتربيه حتى الرجل والشيخ. يعني الا عطيناه شويه الموسيقى عطيناه تربيه روحيه. اذا قارنا التعليم الموسيقي باوروبا مع ما يجري في المغرب، تلاحظوا بان الاوروبيين عاطين اهتمام اكثر، وحتى بعض الدول المشرق العربي عاطي اهتمام اكثر للتعليم الموسيقي. علاش؟ هذا راجع لواحد عده عوامل، لان ملي مشاو دوك الاطر الاوروبيه من المعاهد بقى واحد الفراغ، وهذاك الفراغ بحيث لحد الان باقي ما عندناش العدد الكافي ديال الاساتذه اللي تلقين هذه الدروس. يعني تنقول استاذ اللي تتوفر فيه شروط الاستاذيه، ماشي انسان غير موسيقي وغنقولوا له راه استاذ. بيننا كاين الاستاذ اللي متخرج بدبلومات بمستوى عالي في التعليم الموسيقي، وهذا النوع ديال هذا الاطر ما عندناش كافي، بكل صراحه ما عندناش كافي. ولكن كيف ما كان الحال تيتبدل المجهود، تيتبدل المجهود بالنسبه انا تنشوف دابا بحكم مدينه الدار البيضاء، ان المجلس الحمد لله ديال الجماعه الحضاريه ديال مدينه الدار البيضاء ان اعطى اهتمام كبير للميدان الثقافي، ماشي غير في الموسيقى، بين في الموسيقى، في الغناء، في الرقص، في المسرح، في الفنون الجميله، في بزاف ديال الانشطه اللي قامت بها مدينه الدار البيضاء. وهذا تشجيع وفتح مجال للمواهب المغربيه بصفه عامه وبصفة خاصة الشباب ديال الدار البيضاء. على ذكر الأطر، علاش ما يفكرش المغرب بجلب أطر يعني من الخارج للاستعانة بهم، كما قع في بداية الاستقلال مثلا تم الاستعانة بأساتذة المواد الرياضية، مواد الفيزياء، ومن بعد يعني تم تكوين الأساتذة المغاربة. أنا تنشوف كرأيي الخاص وأحتفظ به، ان ما محتاجينش باش نجيبوا الأساتذة من 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 دول أجنبية باش يعطيونا يلقنوا الدروس. انا تنشوف خلق مراكز لتكوين استاذ الموسيقى، وغادي نجيبوا اساتذه اللي غادي يكونوا هذوك الاساتذه، بحيث الا كنا غنجيبوا استاذ غادي نقدروا نكونوا واحد المجموعه ديال الشباب اللي تخرجوا من المعاهد ويكملوا الدراسه ديالهم العليا. الحقيقه غادي تكون شروط الى اخره، ولكن غادي نكونوا عندنا واحد الاكتفاء ذاتي فيما بعد، وغادي يكونوا هذوك المراكز ك ك ك كخطوه لنيل الأطر المشرفة على التعليم الموسيقي بصفة عامة في المغرب. هذه بالنسبة لوزارة الثقافة، وهذا أحتفظ به عند رأيي الشخصي، وغيرة على وطني، وغيرة على بلادي، وغيرة على الفن. علاش التشتت؟ يعني كاين معهد تابع الجماعة ومعهد تابع الوزارة، علاش ما يكونش معهد واحد يعني يجمع ما بين الجماعة وما بين الوزارة؟ هذه العملية هي ماشي المغرب اللي كاينة فيه، بينا كاينة في أوروبا. إلا خدينا المعاهد ديال فرنسا، كاينة 4 ديال الأصناف ديال المعاهد، وغادي نعطيك كل صنف شنو هو الاختصاص ديالو. كاين أولا المعهد العالي ديال باريس، المعهد الوطني أو معاهد وطنية، كاين معاهد جهوية، وكاين معاهد بلدية، وكاين معاهد جماعية، وكاين معاهد القرب اللي في الحي. أن هادو ديال الوطني تيكون يعني الاختصاص ديالو هو تكوين الأستاذ الموسيقي بروفيسيونيل احترافي. تمشيو للجهوي، الجهوي هو اللي تيهيئ لنا الطلبة اللي غادي يكملوا الدراسة ديالهم في المعهد الوطني. تمشيو للبلدي،
البلدي هو بالنسبة للمعاهد البلدية هي معاهد للهواة، سي با بور فير كارير، سي بور لي زاماتور ديال لا ميوزيك. انا تنبغي الموسيقى والسن ديالي مابقاش يسمح لي باش نلتحق بالمعهد الوطني او المعهد الجهوي، تيمشي للمعهد البلدي. كاين معاهد القرب او معهد الحي، هذاك تيكون خاص بالحي ديالو. وهاد المعاهد كلها الهدف ديالها شنو هو؟ هو اولا الرقي بالتعليم الموسيقي، هو النهوض واكتشاف المواهب، حيت الا اكتشفت واحد في المعهد ديال الحي غادي يلتحق بالمعهد البلدي، كيف ما غادي يكمل الدراسه ديالو غادي يلتحق بالمعهد الجهوي، وغادي يلتحق بمعهد وطني. ان ماشي الهدف ان معهد راه تيعمل جميع المسائل، هذا هو اللي خاص الواحد يفهمها. في المغرب علاش ما كاينش واحد الاهتمام على مستوى التعليم الموسيقي داخل المؤسسات العموميه؟ تولي الموسيقى يعني بحال الرياضيات، بحال العربيه، بحال الفرنسيه، بحال الانجليزيه. هذه عملتها وزاره التعليم، وكانوا على ما اظن كان الاستاذ الشامي هو اللي كان مول الفكره باش دخلت هذه. وقيله تقريبا واحد المده ديال ما يفوق على 20 سنه، وداروا تكوين ديال الاساتذه في التعليم الموسيقي، وخذوا من الاطور ديال رجال التعليم اساتذه في التعليم اما الاعدادي او الثانوي، وداروا دي كور دو ريسيكلاج باش يتكونوا في الميدان الموسيقي، وداروا بعض المدارس فيهم دابا التكوين تسمى التربيه الفنيه، بما تسمى بالتربيه الفنيه. هي ما كايناش على مستوى وطني، ولكن هي فقط ماده للتاسيس ماشي ماده اللي هي اساسيه. لا، هذه ترجع لديك اللجنه ديال التربيه البيداغوجيه، حيت هما اللي تيشوفوا المصلحه ديال التعليم بصفه عامه. وانا اظن على ما اظن شخصيا واحتفظ دائما بالراي ديالي، تنظن بان نظرا لعدم اكتفاء الاطور اللي غادي تشرف على هذا الميدان، ما باقي لحد الان ما توصلناش لها باش نغطيو الحاجيات ديال جميع التراب الوطني. دائما المشكل عنده علاقه بالاطور. تماما في الاطور. دابا يعني بكل صراحه ان وزاره التربيه دارت واحد المجهود اللي خلقات هذه المراكز للتكوين، ولكن واش باقا مستمره او لا، الله اعلم، ما نقدرش نقول لك اولدي. شنو تاثير الموسيقى على الجانب النفسي بالنسبه للطفل الصغير؟ بحكم التجربه أن الموسيقى هي تربية الروح، هي تربية اللي تتغير الإنسان من طبع إلى طبع، بحيث إلا خذينا طفل مشاغب ما عمرو ما عمل الموسيقى وجبناه للمعهد كيف ما كان نوعه وعمل واحد الآلة موسيقية وعمل السولفاج، هذاك الشغب ديالو كله تيتحول للتركيز، تيتحول التربيه ديال هذاك الطفل، بحيث تيتغير جذريا، ما تيبقاش هو ذاك الطفل اللي كنتي تتعرفوا هذه مده قبل. ولكن علاش عندي هذيك الاله تيفرغ فيها هذاك الطاقه اللي عنده، وتيبدا يكون واحد التجاوب ما بين الطفل وما بين الاله ديالو. وهنايا اللي بغيت نشير ليه، ان تنطلب من الاباء ما يرغموش وليداتهم باش يعمل هذه الاله نظرا حيت انا بغيت نعملها. حيت قبل كاين دابا كاين مدارس يابانيه وكاين مدارس ديال زولتون كوداي، وهذا تيطلقوا الاطفال في دار الحضانه وتعطيهم الات موسيقيه وتيشوفوا الميول ديال الطفل فين مشى، اما الات الايقاع او الات الجيتار او بيانو، عطاهم عاد يجوي غير اللعاب، وتيشوف هذاك الطفل فين تيمشي. ملي تيعطيه البيانو هو عنده لعاب دائما تيشد البيانو تيبقى يلعب به، ملي تيعطيه البيانو تيعطي نتيجه. ولكن الا رغمت عليه انا كاب ولا كام بغيت ولدي يدير البيانو او يدير الفيولون او يدير هذه الاله، ما تتكونش النتيجه ايجابيه، اكثر ما هي تتكون سلبيه. حنا الان تتواجدوا في المعهد الموسيقي بمدينه الدار البيضاء، شحال عدد الاطر تاع المعهد والتلاميذ والطلبه اللي كاينين في هذا المعهد تاع الموسيقى؟ المعهد ديال الدار البيضاء هو المعهد الرئيسي، وكاين هناك معاهد ملحقه به اللي كاين 16 معهد على تراب الجماعه ديال الدار البيضاء اللي تتشرف عليها الجامعه الدار البيضاء. كاين معهد الحي الحسني، كاين 16 المعهد اللي كاينه، كاين معهد الحي الحسني، معهد اونفان، معهد المعارف، معهد سيدي معروف، معهد عين الشوق، معهد مولاي رشيد، معهد سيدي مومان، ابو عينان، البرنوصي، عين السبع، الحي المحمدي، بوشنتوف، الفيدا. هاد المعاهد كلها تتخضع للبرامج التعليميه اللي تتوزع من المعهد الرئيسي اللي هو هذا اللي في شارع باريز. وهاد العدد ديال الاطور كاينه 285 استاذ اللي كلهم اساتذه عرضيين، اللي المجلس راه تيدرس باش يلقى واحد الحل لهاد الفئه من الاساتذه. وكاين عندنا تقريبا ما يناهز على 7000
و500 طالب في هذه المعاهد المختلفة على مستوى تراب الجماعة. في بداية السؤال قلت لك بأن التعليم الموسيقي هو الطفل اليتيم بالنسبة للمنظومة التعليم، وتاد الأساتذة العرضيين هما تعتبر الطفل اليتيم بالنسبة إذا ما قرينا مع زملائهم في باقي المواد الأخرى. دائما تنتكلم على الأستاذ اللي تابع المعاهد البلدية الدار البيضاء ولا غير الدار البيضاء، حيت المعاهد البلدية كاينة على ثلاثة المدن، كاين واقيلا في مكناس معهد بلدي تابع للبلدية ديال مكناس، وكاين معهد تابع للبلدية ديال أكادير، وكاين هذا ديال الدار البيضاء. الأساتذة اللي تعملوا في هذه المعاهد كلهم أساتذة عرضيين، معني عرضي تخدم بعدد الساعات، وهذه الأساتذة كلهم عندهم وظائف أو انشغالات أخرى، ما عندهمش علم دخول ديال المعهد إلا الأقلية. حقيقة كاين بعض الأقلية اللي عندهم علم دخول ديال هذا، ولكن تعطيهم التعويض على حسب وزارة الثقافة. لو طو دوغير هو اللي كاين في الجريدة الرسمية اللي أخيرا كاينة، والتعويضات ديالهم تيتوصلوا بها. كانوا بدلوا مجهود الناس ديال الجماعه، لا السيد الكحيلي ولا السيد العمده ولا السيده رئيسه القسم الثقافي ولا هذا ولا السيد المدير العام ديال المصالح، داروا ما امكنهم باش الاساتذه الحمد لله تيتخلصوا في نهايه كل شهر، تياخذوا التعويض ديالهم، تيخدم على حسب الساعات ديالو اللي كاينه اللي عنده. هذا هو اللي كاين. شكرا سي عبد اللطيف، وفرصه الى فرصه قادمه ان شاء الله.